للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. بعد تحية سيادة السفير، قراءتك لأهمية هذه الزيارة الخاصة بوزيرة الخارجية السودانية والاتفاق على التنسيق الكامل بين البلدين إزاء مختلف القضايا المشتركة؟ لا شك أن هذه الزيارة تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية السودانية، حيث تم الاتفاق أساسا على تواصل التنسيق والتشاور بين الجانبين في كافة المجالات. لا شك أن هذا الأمر أيضا ارتبط بضرورة تنفيذ الاتفاقيات من خلال الآليات التي سبق وتم الاتفاق عليها، وهذه الآليات متعددة لأنها تبدأ من الخبراء حتى الوزراء ثم القمة. نشهد أيضا فإن ما يؤكد هذا أنه تم الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم قريبا، وتبادل الزيارات على أعلى مستوى بين الجانبين عقب ذلك. هذا الأمر يعني أن التنسيق والتشاور ليس فقط في مجرد الاتفاقات والكلام والعبارات التي تصدر في البيانات، وإنما أيضا ستكون على أرض الواقع ويتم تطبيقها بشكل عملي. نعم. خاصة أن هذا الأمر يشمل كافة المجالات، المجال العسكري والأمني بصفة خاصة، وأيضا المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. الرئيس السيسي أكد خلال هذا اللقاء على النهج الثابت لدعم السودان، شدد كذلك على أن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر. كيف قرأت ذلك سيادة السفير؟ من الواضح أن العلاقات بين مصر والسودان متعددة الروافد، فهي مرتبطة بثوابت الجغرافيا ووقائع التاريخ والمشاهد الاجتماعية والعلاقات والروابط الثقافية، فضلا عن المصالح المشتركة ورابطة مياه النيل. كل هذه الأمور تتضافر معا لتؤكد أن العلاقات المصرية السودانية من الناحية الأمنية وجهان عملة واحدة. الأمن القومي المصري هو امتداد للأمن القومي السوداني، والسودان أيضا أمنها القومي مرتبط بالأمن القومي المصري، كلاهما وجهان العملة واحدة. من هنا تبدو الأهمية القصوى لموضوع الأمن المائي والحديث عن سد النهضة، فقد كان هناك توافق تام بين الجانبين فيما يتعلق بالأمن المائي لكليهما. صحيح. لا شك أن هذا الأمر مرتبط بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة يراعي المصالح المشتركة ويحقق توازن وتعادل بشكل متوازن وعادل لكل منهما. لا شك أن هذا الأمر استنبط بضرورة أن يكون هناك وساطة بين الأطراف الثلاثة، واقترح السودان الوساطة الرباعية، وتطابقت وجهة نظر مصر مع وجهة نظر السودان في هذا الصدد. نتأكد من ذلك بأن الوساطة هي أحد الآليات التي وردت في إعلان المبادئ في مادته العاشرة، إعلان مبادئ لعام 2015. ونذكر أثيوبيا وكافة الأطراف بأن إعلان المبادئ هو نتاج ومرجعيته أساسا القانون الدولي للأنهار والاتفاقات الثنائية والثلاثية، وليس هناك أي ادعاء بأنها تمت بعض الاتفاقات تمت في فترة الاستعمار، لأن أثيوبيا كانت آنذاك دولة مستقلة، وبالتالي هذه الحجة غير مقبولة وغير معترف بها. نعم. كما أن إعلان المبادئ تم في ظل استقلال الدول الثلاث ووقع عليه الرؤساء الثلاث. إذا اتفاق إعلان اتفاق قانوني ملزم هو أمر وجوبي ويجب الالتزام والتوصل إليه عبر الوساطة الرباعية. أشكرك جزيل الشكر السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، جزيل الشكر.